مشاهدينا أهلا بكم ونشرة الجوية. يسود طقس معتدل شمالا وجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد، مائل الحرارة جنوبا وجنوب سيناء، مائل البرودة ليلا، وأمطار خفيفة شمالا وشمال وجه البحر وحلايب وشلاتين، ونشاط للرياح غربا، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وعن التوقعات للثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. الخميس 16-24، الجمعة 16-25، السبت 17-26، أما عن شرم الشيخ الخميس 20-28، الجمعة 20-27، والسبت 21-29، وأخيرا مع الأقصر الخميس 14-27، الجمعة 15-28، والسبت 17-29. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 16-24، الإسكندرية 16-23، دمياط 17-23، بورسعيد 15-23، العريش 15-23، رفح 14-22، الإسماعيلية 16-25، السويس 17-25، مطروح 15-24، وادي النطرون 16-24، المنصورة 17-24، طنطا 16-23، دمنهور 17-24، سانت كاترين 8-18، الغردقة 19-27، شرم الشيخ 20-28، الفيوم 14-24، المنيا 11-23، أسيوط 11-25، سوهاج 13-25، قنا 15-26، الأقصر 14-27، الوادي الجديد 12-25، أسوان 15-28، حلايب 22-25، شلاتين 22-27، أبرمد 21-26، رأس حضربة 21-25.